أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم، لكم التحية. وعدنا في اللقاء السابق ببيان ثمرة الصلاة في حياة المسلمين بالذات الشاب، في سورة اسمها العنكبوت. الله تبارك وتعالى يقول فيها في الصلاة وثمرتها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أصبحت ناهية عن الفحشاء والمنكر. لازم من أول السطر أقول لك هدية تحفة، هي إزاي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وإحنا متعودين نشوف ناس كتير جدا يعني اللي بيقع في الخيبة من المصلين، اللي بيظلم الناس من المصلين، اللي بيأكل أموال اليتامى من المصلين، اللي بقى كيف نهت الصلاة؟ لا، ما نهتش، دي صلاة عجزة. الصلاة إمتى تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ لما تكون جواك، لما تكون مش مجرد الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، وتهز صبعك في التحيات لله. لا، ده واحد بالظبط يعني خد شهادة مثلا في الطب وعمل ماستر وماجستير ودكتوراه وبتاع، لما بيجي ينزل الشارع بينزل بكرافتة. الموظف في البنك، ما تروح اي بنك تلاقي كل الشباب ربنا يحفظهم كرافتات. ما ينفعش، يقول لك ما يصحش. اهي دي اللي احنا عايزينها. عايزين الواحد لما يمشي في الشارع وتيجي خيبة تاخده يقول ده انا مصلي. الكلام ده قاله النبي في الصيام عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام محمد الكلام ده، لما واحد يشتمك، النبي اللي قالينا كده، لما واحد يشتمك في نهار رمضان او يهزأك ويلعن سفيل ابوك واللي جابوك، اما تيجي ترد عليه تقول اني امرؤ صائم، ريميمبر، تذكر اني امرؤ صائم، يعني انا ما ينفعش ارد عليك، انا ما ينفعش انزل كده وانا دكتور كبير ولابس بتاع مقطعه ومش عارف ايه، انا في البيت ممكن اعشق المقطع براحتي محدش شايفني. فنهي نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر انها تكون جواك، انها تكون جواك. انا عايز امشي معاكوا شوية سنة كمان في، طب وهي ازاي تكون جواك؟ نعمل لها برضو شورت انصر في لقاء جديد سوف ياتي ان شاء الله.